أشاد أهالي قضاء بيجي بالتطور الملحوظ في مستوى الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أهمية استمرار الدعم لدائرة البلدية للنهوض أكثر بالأداء، فيما أوضح مدير بلدية القضاء أن مشروع المجاري أنهى العمل في منطقة الحي الصناعي، مثنياً على زيارات محافظ صلاح الدين المستمرة التي زادت من وتيرة العمل في العديد من القطاعات. كان هناك دور مميز للحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين، وبتوجيه مباشر من قبل السيد المحافظ الدكتور المهندس عمار جبر، حيث كان هناك توجيه مباشر إلى قطاع قسم الآليات في المحافظة وإلى مديرية بلديات صلاح الدين بإطلاق الدعم الكامل إلى مديرية بلدية بيجي. فكان هناك تجهيز لآليات اختصاصية وعجلات تسهم في عملية رفع الأنقاض ورفع النفايات الموجودة في المدينة. حقيقة الدور اللي انعكس في تجهيز الآليات انعكس بالحالة الإيجابية على موضوع تقديم الخدمات في مدينة بيجي. خلال عام 2019 كان هناك غرفة عمليات في مدينة بيجي تسهم في تطويق المشاكل ودفع عجلة العمل في مشروع مجاري بيجي، من أجل أن تقوم الدوائر الخدمية الأخرى بعمليات الإنهاءات في عام 2020. في الحقيقة خلال زيارة السيد المحافظ والمتابعة الميدانية لهذا الموضوع، تم توجيهنا بشكل مباشر من قبل السيد المحافظ بإعداد كشوفات خاصة للقاطع دي الخاص بأعمال مجاري، وتم تسليم الكشوفات الفنية الخاصة بهذا الموضوع من أجل إكمال عملية تطوير الشوارع وإنشاء طرق جديدة وجزرات وسطية وأعمدة إنارة وغيرها من الأعمال الخاصة بكماليات الشارع. احنا نطالب الدوائر كافة وليس بس يعني بلدية وليس بس المنظمات، احنا نطالب بكافة الدوائر انها تشتغل على قضاء بيجي، لان قضاء بيجي يعتبر قضاء منكوب، ونطالب الحكومة المركزية والحكومة المحلية بدعم قضاء بيجي، لان قضاء بيجي يعني يتطلب الى امور كثيرة الى منجزات الحياة. بس نطلب من السيد المحافظ يعيننا بشوية بالعاليات، بالغاز العاليات، بالجسم معالج عين، والله الا والله الرجل ما يقصد قاعد يشتغل شغل كافي، ليل المحنة ارجع اشتغل الرجال.